من اسطنبول ينضم إلينا مراسل الغد علام السباحات. علام، الأرقام يعني في تزايد، كيف تتعامل الحكومة مع هذه الأعداد الجديدة؟ نعم، بالفعل الأرقام ترتفع يوما بعد يوم، ويبدو أنها دخلت مرحلة جديدة عندما نتحدث عن أنه كل يوم تسجل أكثر من 3000 حالة إصابة جديدة. فهذا يعني أننا دخلنا بالفعل إلى مرحلة أكثر خطورة، وهذا الأمر تعيه السلطات الرسمية التركية ولا سيما وزارة الصحة التركية التي يعني تحاول أن يعني توفر كل ما يلزم كما تقول من إمكانيات ومن حاجات طبية ومواد طبية لكل المشافي في عموم تركيا. وهي بطبيعة الحال عندما تتحدث عن أعداد إصابات تزداد يوما بعد يوم، هي أعلنت في الساعات الأخيرة عن شفاء عدد يعني تقريبا 4 أشخاص من كبار السن، من تزيد أعمارهم عن 80 عاما، 80 و89 عاما، ومن هم 93 عاما. وبالتالي هذا كان خبر كبريقة أمل يعني لدى يعني في هذا الظرف العام والذي يسود تركيا من جهة والعالم بأسره من جهة ثانية. الأرقام تزداد بشكل كامل وبشكل سريع، والسلطات التركية تتابع هذا الأمر من خلال اجتماعات، سواء اجتماع المجلس العلمي الذي يعقد بشكل دوري، واليوم هناك اجتماع مجلس علمي وسيليه مؤتمر صحفي لوزير الصحة التركي يتحدث فيه عن أولا الأعداد يعني الإحصائيات الجديدة، سواء وفيات أو إصابات أو من تم شفائه من جهة، وثانيا سيتحدث عن الإجراءات التي أو التوصيات على الأقل التي يتم رفعها إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من أجل اتخاذ المزيد من الإجراءات. وبالتالي الأمور ذاهبة في هذا الاتجاه. والجانب التركي أيضا يقول بحسب ما أعلن إردوغان يوم أمس سيتم إنشاء مشفيين ميدانيين اثنين في إسطنبول في الجانب الآسيوي والجانب الأوروبي من أجل استقبال المصابين بفيروس كورونا، وسيتم استكمال العمل بهما واستكمال إنشائهما خلال 45 يوما سيدخلان الخدمة. وبالتالي هذا الأمر إيجابي من جهة بأن هناك يعني عمل حثيث يعني من جانب الجهات الرسمية التركية، ومن جهة ثانية هو يثير الخوف، بعض الخوف لدى الجهات لدى الشعب التركي يعني على الأقل من أن هذا الأمر قد يستمر لمدة أطول. علام سباحات مراسل الغد من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.